مساء الخير كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام في الاستوديو ولكل جماهير النادي الاهلي. الف مبروك، فوز كبير للنادي الاهلي النهارده على فريق كبير زي فريق النادي الاسماعيلي، واستمرار في يعني سلسله فوز النادي الاهلي على النادي الاسماعيلي. بتبدا الفريق الاول وامبارح 2006 والنهارده 2001، ويا رب دايما في انتصارات للنادي الاهلي. يمكن يعني دلوقتي شرفني يكون معايا كابتن عمرو انور مدير الفني للفريق. كابتن عمرو، يعني استمرار المباريات الكبيره اللي عملتوها خلال الفتره اللي فاتت، يمكن ما كانش فيه بس توفيق في مباراه المقاولين، لكن بسنا كده متابعينكم طول الموسم، اداء اكثر من رائع، والنهارده كمان اعتقد النهارده يعني كسبانين 2 وفي عدد كبير جدا من الاهداف ضايع. الحمد لله. طبعا يعني 3 نقط مهمين في المسيره بتاعتنا في يعني نحو اللقب ان شاء الله. وزي ما انت قلت في كلامك، انت بتلعب فريق كبير، فريق منظم. مباريات الاهلي والاسماعيلي يعني مهما كانت، سواء فريق اول او فريق شباب او حتى لو في الناشئين، مباريات قويه، مباريات يعني انا وجهه نظري انها ممكن بتفرز لعيبه وبتبين امكانيات لعيبه كثيره جدا ممكن تفيد النادي في المستقبل ان شاء الله. فبقول الحمد لله. طبعا نتيجه مهمه، 3 نقط مهمين، وان شاء الله باذن الله يعني نكمل الانتصارات بتاعتنا بحيث ان احنا ان شاء الله نقدر ان احنا يعني نعمل حاجه كويسه السنه دي. ان احنا برضو زي ما قلت انا في الكلام بتاعي قبل كده، ان احنا نبقى ماشيين في الخطين بتوعنا، ان احنا نقدر نعمل البطوله للنادي ان شاء الله باذن الله، وفي نفس الوقت نقدر نساعد اكتر من لاعب للفريق الاول. كابتن عمرو، يمكن اصابه الكوكا تغيير اضطراري اول الشوط الثاني، جبت يعني عدلت الملعب، جبت الباك اليمين لعبته في الشمال ونزلت سعد الله في مكانه في اليمين، وكان في اكتر من تغيير جوه الملعب اعتقد في اخر المباراه بانوا جدا في الهدف الثاني. هي دي يعني، بص انا هقول لك على حاجه، يعني دي الحمد لله ان احنا عندنا النوعيه دي من اللعيبه، ان انت يبقى عندك لعيب يعني او اكتر من لعيب بيلعب في اكتر من مركز، ده بيحل لك مشاكل كتيره جدا، خصوصا ان احنا عندنا اصابات كتيره جدا في خط الظهر. يعني احنا معظم المساكين بتوعنا مصابين، حتى محمد اشرف برضو عنده كسر. يعني المشكله ان الاصابات بتاعتنا في خط الظهر كلها اصابات طويله شويه. فاللعيبه اللي ادت النهارده ادت بشكل كويس جدا، يعني انا النهارده حتى بشكر هاني وسلامه بشكل كبير جدا، لان حتى سلامه النهارده لعب مش في مكانه، كوكا لعب مش في مكانه، كريم سعد الله لعب مش في مكانه، جلال لعب مش في مكانه. يعني كل دي حاجات بتصعب عليك الامور شويه، بس مع يعني مع وجود النوعيه دي من اللعيبه والفكر اللي عندهم والاصرار اللي عندهم والحماس ان هم عايزين يثبتوا وجودهم وعايزين يعملوا حاجه لنفسهم وللنادي، انا شايف ان دي بتسهل علينا احنا كتير كجهاز فني. فانا بشكر اللعيبه النهارده، يعني اللعيبه كلها صراحه عملت مباراه كبيره جدا، بس انا بخص بالذكر الناس اللي هي لعبت مش في اماكنها، لان ده برضو بيبقى عبء زيادة عليه شوية، مكان هو مش متعود عليه، مش واخد عليه. كون انه يؤدي بالشكل ده وبالالتزام التكتيكي ده والانضباط اللي موجود فيه ده، انا شايف ان دي حاجة تحسب لهم، يعني انا بشكرهم وبحالية عليهم يعني. نتمنى لكم التوفيق في الإجابة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، متشكر جدا، شكرا. كابتن أسامة، كملنا لقاءاتنا وبنضم لنا كابتن الفريق أحمد أشرف. يعني أحمد أشرف واحد من